نور الدين رحو رئيس جمعية ثقافية صحاريان من خلال البرامج المسطرة لطاقم صحاريان بالتنسيق مع مستخدمي قطاع التكوين المهني اللي اليوم جات جمعية صحاريان التي تعزف عدة طبوع فنية مختلفة اللي منها الطبع القناوي والطبع الصحراوي اللي اليوم جينا نحيو هذا الحفل بالتنسيق مع مطعم توب شاف اللي عرضنا وفرح بنا هو من أجل الترويج للثقافة الجزائرية. أكيد دورنا احنا إن شاء الله كجمعية ثقافية لنحافظوا على الموروث الثقافي، واليوم اللي رحنا جايين نوضعوا هذا الفسيفساء بالنسبة لعدة طبوع فنية مختلفة. والشيء الجميل في جيجل أنها تعرف كل ما هو من عادات وتقاليد منطقة بشار أنهم يشوفوها، راك تشوفوا توافد الجمهور لحضور هذا الحفل الجميل في إطار ترويج للسياحة في ولاية جيجل. يسعى دائما مطعم توب شاف إلى ترويج للسياحة من خلال عمل حفلات وتبادل الثقافات، كما اليوم رانا مع فرقة من بشار اللي تعرفنا عليهم، والحمد لله رانا مع الجمهور تاعنا، وانا مادا بيا انه جيجل تكون نشطه في هذا. لازم وليد البلاد هو اللي يخدم الولايه. الطبوع اللي راح نخدموها للطابع الصحراوي اللي هو يشمل عده طبوع، منها الطابع الخماسي اللي هو التيندي والطابع الهواوي، وان شاء الله نتشرفوا مع الجميع هنا وثاني البيبليك ان شاء الله يعجبهم الطبوع تاعنا وان شاء الله.